طيب خليني أبدأ بالأخبار، وعندي خبرين مهمين جدا. طبعا خبر ليه علاقة، يعني نروح السعودية ونتعرف على أخبار فرقتنا هناك واستعدادات مارسيل كولر اللي بدأت بالفعل يمكن من حوالي ساعة بدأت المحاضرة الفنية، لكن تعالوا نشوف الأهلي نيوز روم فيها إيه النهاردة. حلم العالمية مازال قائم، واحد من مكاسب اللي يتحسب بجد للجيل ده، يعني لما اللحظة اللي احنا نكون عايشينها النهاردة دي تبقى في يوم من الأيام تاريخ الأجيال اللي جاية في الأهلي، هتفتكر الجيل ده الحقيقة بكل خير، وهتعرف إنه في الوقت ده وفي العصر ده كل شيء بالنسبة للأهلي كان ممكن وكان جايز فعلا، مش مجرد أحلام ومش مجرد طموحات. ناس كتير جدا وانتوا عارفين طبعا، واحنا اتكلمنا في ده قبل كده في اكتر من مناسبه، عارفين انه في نظام جديد لكاس العالم هيتعمل كل 4 سنين اعتقد، وهيجمع ما بين ابطال القارات بشكل مختلف، يعني النسخه اللي جايه في 2025 هتبقى اول ظهور لكاس العالم في شكله الجديد، هيشارك فيها من افريقيا اعتقد الاهلي معاه سان داونز معاه الوداد وممكن فريق كمان معاهم، مش حسب بقى التصنيف ساعتها هيكون ايه، وهتتلعب البطولة بين 32 فريق بشكل تقريبا يقترب من نسخة كأس العالم اللي بتتلعب للمنتخبات. هل ده معناه أنه الأهلي فقد الأمل في ألقاب عالمية؟ لا. صحيح لما تشارك في البطولة دي، وإحنا هنشارك طبعا كأهلي بطل أفريقيا في نسختين من الأربعة الأخرى، لكن هتكون الفرصة صعبة. خلينا نبقى موضوعيين ومنطقيين، ليست مستحيلة ولكنها صعبة، لأن هنا تكلم على مستوى منافسة مختلف، عدد ماتشات أكبر، عدد فرق أقوى، الفوارق والإمكانيات بالتأكيد بتصب في مصلحة الكرة الأوروبية بشكل كبير جدا، يعني ما يبقى عندك بطولة فيها السيتي والبايرن والريال وتشيلسي وبي اس جي، طبعا تكلم على نسخة أصعب على أقل تقدير من النسخة الموجودة دي، لكن البديل بتاع بطولة كأس العالم هيبقى اسمه بطولة الانتر كونتيننتال. دي الأخبار اللي طالعة من الفيفا، هيتم استحداث بطولة جديدة اسمها الانتر كأس الانتر كونتيننتال، ودي هتبقى بديل كأس القارات بشكله الحالي، ومش هتتلعب، وده من حسن الحظ نظام البطولة التفكير فيه مبدئيا، مش هيتلعب كبطولة مجمعة، لا هيبقى جولات ذهابا وإيابا، وهتتلعب على زي تصفيات كأس العالم كده على مواعيد أو على أجندة متباعدة. هيتم اختيار بطل مثلا على سبيل المثال، يعني انا بديك مثال، لسه النظام النهائي لم يعلن بشكل رسمي، لكن مثلا بطل اوكيانوسيا هيتعمل قرعه بين بطل افريقيا وبطل اسيا، الكسبان منهم او اللي هيطلع في القرعه يلعب بطل اوكيانوسيا، الكسبان يطلع يلعب بطل افريقيا، الناحيه الثانيه بطل كونكاكاف بيلعب بطل كوبا ليبرتادوريس، كسبان منهم هيلعب الكسبان من هنا، وفي النهايه يروح يواجه بطل اوروبا في ده مبدئيا، يعني ده تصور مبدئي، لكن هيتم استحداث بطوله كل سنه جديده اسمها كاس الانتر كونتيننتال، ممكن بشكل كبير جدا يكون للاهلي امل كبير جدا في يوم من الايام في تحقيق لقبها. طيب محمد ابو علي جاهز معانا؟ طيب خلينا نروح للاخبار. زي ما قلت لكم بعد مباراه امبارح والخساره الغير مستحقه، الحاجه الوحيده اللي اتضايقت في ماتش امبارح انه كان في الامكان، يعني راضي عن مستوى الاداء وراضي الحقيقه عن قرايه كولر للمباراه، متضايق بس انه فروق بسيطه جدا جدا كانت ممكن تصنع الفارق لو كنا حطيناها في حساباتنا، لكن بالتاكيد هي مؤشر، هي علامه يا مارد زي ما بيقولوا، اعتقد ميركاتو الشتوي هيكون فيه وقفه وفي حسابات كتيره جدا 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 في اللي جاي. عندنا مشوار صعب، عندك مباراه يوم الجمعه مهمه جدا، من بعدها هتروح على الامارات عشان تلعب بطوله السوبر المصري، بعد كده هتبقى طبعا مباراتك الاولى مع السيراميكا، فوزت هتقابل الفايز من فيوتشر وبيراميدز، بعدها تيجي لدوري الابطال، فالشهر ده الحقيقه في منتهى الصعوبه. وانا كنت دايما بتكلم من قبل، احنا طبعا كجمهور بنبص لكل مباراه على حده، كل خطوه بخطوتها، لكن الجهاز وجهة نظر جهاز فني بيشتغل في نادي زي النادي الاهلي عنده اجنده مزدحمه جدا، بطوله ورا بطوله ورا بطوله، كلها ماتشات من العيار الثقيل، فبالتالي بالتاكيد ده في الحسبان. يمكن يكون من الايجابي ان في كتير من الاسماء اللي تقدر تراهن عليها ما ظهرتش او ما تمش استنزافها بشكل كبير في الفتره الاخيره. ديانج ما خدش مساحه كبيره من المشاركه، السوليه ما خدش مساحه كبيره من المشاركه، قفشه نفس الحكايه، بالتالي عندك عناصر
تقدر تعتمد. هاني مريح في مباراه مباراه فلومينينز امبارح. اكرم الحقيقه عوده طبعا، يعني اكرم قدم مجهود كبير جدا على مدار المباراه الحقيقه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ياخد يوصل فورمته بافضل وقت ممكن. لكن امبارح كمان واحنا رايحين على امم افريقيا، سيبك من كاس السوبر، ان شاء الله باذن الله باذن الله قادرين نحقق اللقب. ما تخافش بطوله، ما تقلقش منها يعني. لو الجهاز الفني والجزء الخاص بالناحيه البدنيه والاحمال والى اخره قدر يتعامل معاها بشكل كويس، مباراتك 22 25 هيكون عندك 3 ايام فيهم رحله سفر من السعوديه للامارات. لكن في النهايه ان شاء الله باذن الله في المتناول لو قدرنا نكمل او نحافظ على المستوى اللي رجعنا له في بطوله كاس العالم. لكن اللي بعد كده اعتقد هيكون اصعب بشكل كبير، وخصوصا مباراه شباب لوزداد في بطوله دوري الابطال. النهارده كولر بيقفل صفحه مباراه فلومينينزي وبيفتح صفحه البرونزيه. طبعا يعني اغلب الظن زي ما قلت لكم بتقديري انه الفوارق كبيره جدا. بتتكلم على فريق قيمته التسويقيه مليار وربع، مليار 250 مليون يورو، بيواجه فريق اوراوا ريدز اللي قيمته التسويقيه لا تتجاوز ال 20 مليون يورو. انت بتتكلم عن اكتر من 70 ضعف تقريبا. لكن في الملعب قصه غير، لكن اعتقد المواجهه محسومه بشكل كبير جدا بالنسبه للسيتي. وحتى لو السيتي عدى انا شايف انه الفوارق كبيره جدا جدا جدا. يعني ده بطل كوبا ليبرتادوريس، الفرقه اللي احنا شفناها امبارح دي يعني كسبت فرق امريكا الجنوبيه بعمالقتها بالجبابره اللي فيها، من مره بالبرازيل ومره من ارجنتين ومره من كولومبيا ومره من تشيلي، وطلعوا لنا في الاخر النسخه اللي احنا شفناها امبارح دي. دول بطل كوبا ليبرتادوريس، مع كامل الاحترام والله مش تقليل منهم، بس في النهايه لا، احنا قريبين جدا. وده درس الحقيقه مش بس للاهلي، ده درس اعتقد انه مفيد جدا للكره المصريه وللاجيال اللي جايه وللمنتخب اللي رايح. وارجو ان فيتوريا يحط في حساباته البطولة دي بشكل كبير جدا، مش عشان اختيارات لعيبة، لأنه القصة مش قصة أسماء. لو بالأسماء ما كانش الأهلي ظهر بالشكل ده ولا حقق النتائج دي، سواء قدام اتحاد جدة أو أمام فلومينينزي. الأسماء الفوارق شاسعة، لكن الروح اللي دايما بتصنع الفرق.